يا رايح وين مسافر تروح تعاوز ولي استنى شحال ندم ولعبد الغفلين قبلك وقبلي استنى في غاديين حنايا ديريكسيون اغابا الناس ديال الرباط واش كاين شي رحيب احنا جايين غنتساراو تما في الرباط ان شاء الله وغندوزو شي نير اللي يكون زويون غنتساراو وغادي نجيو بحالتنا هذا مكان خوت نتلاقاو في الرباط يلا تحياتي يا ربي ما بغيت والو بغيت هاد البلاصه يجلس فيها شي واحد اللي يستاهلها يا ربي وصلنا للرباط ما واعره اليوم ركبنا في الطوبيس باش نمشيو نشوفو اول حاجه اللي هي صمات حسن واذا بينا وصلنا لصمات حسن وحنا غاديين باش ندخلو من الباب اللي كتدخل ليها بقينا هاد الحميمات في الطريق بغيت نلعب معاهم شويه ولكن ما تسوقوش ليا متكبرين هاد الحمام متكبرين كنقولهم حاجه ما عرفتش علاش ولاش وصلنا لخصوص حتى الصماء لقينا القضيه مسدوده تخلي حتى شي واحد يدخل ما عند نظر جيت الرباط ياك اخي نورتي جيت الرباط جيت الرباط هاد القامس المهم دابا غادي نزيدو اللودايه ياك نزيدو نمشيو دابا اللودايه حتى هي بلاصه زوينه ونمشيو شارع محمد الخامس نضربو شي تصويرات تما الا كان شي بلايص زوينين نبارطاجيهم معكم الى ملقا نتلاقاو راه تما تشوفو جينا بلاصه قريبه ليه دابا حنا كنا دايزين من جهه من لهيك كان كيبان بعيد داكشي علاش المهم انتوما او داك المسرح اللي عاد تبنا واو نور الدين فين غير نور الدين واذا بينا حنا غادي للودايه لقينا عند مال الحلوه عنده واحد الحلوه زوينه خدينا ما عنده هاد الحلوه هاد الحامض كيف ما عارفين انا كيعجبني الحامض وضمون ديت واحده اخرى ولكن الاولى كانت احسن وضمون ديت حتى العصير ولكن اللي عجبني في هذا الشيء كامل هو الاولى ديال الحامض كان زوين سبيسي فوار عندكم هاد الشيء يعطيكم الصحه مشينا في وسط من المدينه القديمه اللي برا موسى تحس براسك راك في مدينه فاس بالريحه ديال الجل والمنتوجات اللي كاينين تقريبا نفسهم اللي كاينين في فاس بصراحه داكشي زوين وكيف الراحه انه يكون في كل مدينه بحال هكا باش الناس السياح تيجيو تيتعرفوا على التقاليد والمنتوجات اللي خاصه بالبلاد الشغل ديال الترميم ديال الاسوار ديال المدينه لي فريمون تيفرح و كتشوفهم انهم مهتمين بالثقافه ديال البلاد وزايدين بها للقدام او 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 انا غادير عاوتاني وصلنا لهاد البلاصة اللي صراحة ما عقلتش على السمية ديالها ولكن فيها اطلالة زوينة بزاف من الفوق كتطلع للبحر صراحة زوينة داكشي زوين بزاف قدامي البحر من هنايا غيضربني شي موجه غنمشي نيشان لهنايا لمقبرة الشهداء عاد انتم غنمشي نيشان لمقبرة الشهداء الله يستر دفنوا مع الشهداء ارتحنا منه كيف ما تشوفوا البحر هايز والله يهدي الشباب هذا مكان نرجعوا للبحر البحر كيف ما تشوفوا هايز وان شاء الله غندخلوا في ذاك المول اللي كاين في وسط المول البحر من جهة والمقابر من جهة اللهم ارحم أمواتنا المسلمين ما تنساوش دعاء المقابر ما تكون مزيحة المقابر اش هذا البوش ديال الماء
ما عرف صراحة واش تسكال ولا ما كتسكالش. وهذا هو الزرود. وسبحان الله جيت لهاد البلاصة صافي بس كنحس بالوحدة. نعم تنسى يا خصنا كتشوف لي كوب فيه وكذا ناري فراغ عاطفي هو يصدق راه سنان هذا غيضرب فيا باقي لا غيضرب فيا غيضرب فيا ما الخاوية اقسم بالله شوف البحر هايج بزاف عرفتي كيولي كامل اللي فازك السبرديله فزكات ناري شوف عرفتي واحد الموجه ضربات يا اخي جايه موجه كبيره جايه موجه كبيره جايه موجه جايه موجه كبيره صاحبي افزك السبرديله انا راه كامل اللي فزكت السبرديله كامله دخل الماء صافي ما تضرب شي موجه كبيره شنو تقول انا يا ملي نريحو غير هنا هنا ما تضربش الموجه نمشيو خوز قلت لكم شحال هادو وانا باغي ناكل هادو وما كتبش ليا ناكلهم بالفلوس انا جابهم الله بيليك بيليش والله الا الخوت لا فزكت وانا يديني الله شي عاد دابا ضربات واحد الموجه راه الماء مازال هو ها الله الا ضربات هنايا ها شوف هاك بحال هكا ديال الحوت بقاو لي في حوايجي سبتي نفس كاز المهم انا نفتح هادو نفتح هادو ونوريكم اشنو فيهم كيتقالو خضر ما نجاوبوني جاوبوني واش غيتقالو خضر ولا ساكي طيبو عرفتي المود ديال الضحك مع هاد البنات دايزين كيتعفروا الحمد لله حنا كنا راكبين هنايا الفوق نمشي فوق اللعيبه واخا غيضرب ما غاديش ما غاديش يقيسنا بزاف ها انتم راه الدنيا مازال فازكه كتبان ليكم عرفتي هما دازو من حدانا من هنا كيقع لهم غي هذا صافي المود ديال الضحك صار ضربات واحد الموجه كبيره ونعساز عليهم الحمد لله اللي ما داتهمش